قد لا أحد يساعدها، عاشت في شقاء وعناء، فالجنة تحت قدميها، رحلت بالضحكة الحسناء، ماتت في سبيل الحرية، ذهبت لجنة شرفاء، ماتت على يد ملائكة بأمر رب الأنبياء. مرت سنين وأيام، والعرب غارقون في أحلام، في أمل كاد يتحقق في حلم كتائب قسام. تفرقنا أتفه أشياء ويجمعنا دين الإسلام، والأم تعيش بلا هون راح لها ألف غلام. والعرب يبيعون قضية، والقدس تظل عربية، لكن مجرد أقوال ليست أفعال أساسية. والولد ينادي وينادي، عاشت أمي فلسطينية، يعيش يصنع خطابات واتفاقيات بأختام رسمية، ونظل نقول في هتافات عاشت فلسطين في حرية. ونقول في نهاية كل خطاب نشكر زعماء الدول الغربية. أين ابن شداد وابن كلثوم؟ أما هي حكايات جاهلية؟ وكل زعيم على عرشه صناديق ونقود ذهبية، والأم تدعو كزكريا. يا ربي أنا في دعائي لست شقية، أدعوك ليلا ونهارا أن تهبط رحمة سماوية، نكذب على أطفال المستقبل ونقرأ حكايات سوية. والولد ما زال ينادي عاشت أم فلسطينية. ونشرنا تقريرا في التلفاز نجمع فيه آراء الناس، قال الأول أنا في رأيي توحيد فتح حماس. والأم ما زالت تبكي وقصة ألف شهيد تحكي، وتقول ابني بطل ونصر فلسطين محتمل، وتقول ابني إنسان مات في سبيل الرحمن، ابني بطل ابني أفضل من كل عربي عاش جبان. وفي الوطن العربي مظاهرات تنادي بأقوى الهتافات، تنادي بأين الحرية أين القوة والقارات. وهناك الجامعة العربية اجتمعت أقوى الوزارات يفتون في معنى الحرية، وفلسطين تقوم بثورات. بدأت ثوراتها باتفاح وانتهت بقتل الفتيات، والأقصى ينادي يا مسلم أين عصور البطولات، انظر بجوار صهيوني وكم بطل هناك مات. ويقول بقيت لكي أبكي، مات ياسين مات عرفات، وجاء الملك أبو مازن وله مع مشع الخلافات، وظهر الزعيم في التلفاز ويقول في أولى الخطابات نحن نهتم في الوضع الوطني وفي السلام، نقيم موحدات ونقف دائما كرجل واحد ونوقف في صهيون البنات. وسنبدأ بإذن الله من الغد فأخذ القرار، ولأجل عضوية اليونسكو سأبني حديقة حيوانات. والأم ما زالت تبكي وقصة ألف شهيد تحكي، وتقسم سنعيش في حرية وفلسطين تظل عربية. أما عن الأعياد والاحتفالات، نرى في القنوات الفضائية نشاطر أهالي الشهداء ونعزي الأمة الفلسطينية، وعلما بالظروف الصعبة نهديها تلك الأغنية. والولد ما زال ينادي، ينادي بتوحيد بلادي، وأنا أكتب أشعارا وأعيد أقوال أجدادي، لكن قررت من اليوم أحارب بجسدي وفؤادي لأسترد الأرض العربية، وتعيش القدس فلسطينية، ويعيش دين الإسلام، وتعيش أوطاني في حرية. اليوم الذكرى 67 لنكبة 48، كذلك الشهر القادم سيكون 5 يونيو هو الذكرى 48 لنكسة 67، هي بمثابة أداة وبرهان لتوحيد الشعوب العربية، وأن قضية مصر والقضية الفلسطينية هي قضية مصرية واحدة.